جي روبرت أوبنهايمر هو الأب الشرعي للقنبلة النووية، بس الأب الروحي للطاقة النووية كلها هو عالم وفيزيائي أمريكي من أصل إيطالي اسمه إنريكو فيرمي، أحد أغلى وأهم العقول البشرية في العصر الحديث كله. ليه أغلى وأهم العقول؟ هقولك، بس نرحب أولاً بالمشتركين القدام وندعوك لو معدي بالصدفة وده أول فيديو تشوفه تشترك في القناة. يلا بينا. قبل إنريكو فيرمي ما كانش في حاجة اسمها طاقة نووية. فيرمي هو الشخص اللي قال إننا ممكن نستخرج الطاقة من تفاعل نووي، وبالتالي فكرة المفاعل النووي وفكرة القنبلة النووية ما كانتش هتظهر للوجود من غير أفكار وتجاربه. فيرمي اتولد في العاصمة الإيطالية روما سنة 1901. أبوه ألبرتو فيرمي كان مفتش في السكة الحديد، وأمه إيدا دي جاتيس كانت مدرسة. اهتمام فيرمي الكبير بعلم الفيزياء ظهر وهو لسه طفل، وكان متفوق في دراسته لدرجة أنه حصل وهو عنده 17 سنة على منحة دراسية من جامعة بيزا. المقال اللي تقدم بيه لدخول الجامعة خلى إدارة الجامعة تقرر أنه يدخل على الدراسات العليا مباشرة، وبدل ما ياخد البكالوريوس بعد 4 سنين أخذ الدكتوراه سنة 1922. النكتة إن 90% من أساتذته أصلاً ما كانوش فاهمين محتوى المقال. بعد سنة من حصوله على الدكتوراه حصل فيرمي على منحة زمالة من وزارة التعليم العام الإيطالية للدراسة في جامعة جوتينجن في ألمانيا، وهناك تتلمذ على إيد العالم الفيزيائي المعروف ماكس بورن، وفي جامعة ليدن في هولندا وكان أستاذه بول إيرنفيست. لما رجع فيرمي إيطاليا سنة 1924 اشتغل محاضر في الفيزياء الرياضية في جامعة فلورنسا. أبحاثه الأولى كانت في مجال النسبية العامة والميكانيكا الإحصائية وميكانيكا الكم. وقتها كان في أمثلة تعرفت على حدوث ظواهر غير متوقعة من الجسيمات دون الذرية، اللي هي الجسيمات الأصغر من الذرة نفسها زي الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات. وبين سنة 1926 و 1927 طور إنريكو فيرمي مع الفيزياء البريطاني ديرك إحصائيات عن نشاط الجسيمات دي، ومن ضمنها جسيمات اسمها دلوقتي الفيرميونات نسبة لإنريكو فيرمي. وكانت المساهمة الاستثنائية دي في مجال الفيزياء الذرية والنووية سبب في دعوة فيرمي للعمل كأستاذ في جامعة روما، وهناك جمع حواليه عدد كبير من الطلاب والزملاء الموهوبين لأنه كان شخصية كاريزمية وقيادية ودمه خفيف، وزملائه كانوا مدركين عبقريته وبيعتبروه معصوم من الخطأ العلمي لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب البابا. سنة 1929 الزعيم الإيطالي بنيتو موسوليني منح فيرمي منصب رئيس الأكاديمية الملكية الإيطالية، ودي أكاديمية اختفت من التاريخ باختفاء حكم موسوليني، بس وقت ما فيرمي كان رئيسها كان بيعتبر في أعلى منصب علمي في البلد، مرتب عظيم ولقب فخم، يعني كان اسمه صاحب السعادة. إنريكو فيرمي بدأ في أواخر العشرينيات يركز اهتمامه على الفيزياء النووية، وكان النشاط الإشعاعي وقتها معروف كظاهرة نووية من حوالي 20 سنة، بس في الوقت ده كان لسه حواليه ألغاز كتير جدا. سنة 1934 بدأ فيرمي أهم أعماله في أبحاث الذرة، واكتشف إن التحول النووي ممكن يحصل لأي عنصر تقريبا، مش بس للعناصر المشعة، وهو اللي عمل الإحصائيات الرياضية المطلوبة لتفسير ظواهر نووية كتير، واكتشف التحولات الفيزيائية اللي بتسببها النيوترونات. وتقديرا لمجهوداته دي حصل فيرمي على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1938، وتسمى العنصر الذري رقم 100 بالفيرميوم نسبة إلى إنريكو فيرمي. مراسم التكريم واستلام جائزة نوبل أقيمت في العاصمة السويدية ستوكهولم، وده أتاح لفيرمي وعيلته فرصة الخروج من إيطاليا وبعدها السفر لأمريكا هربا من حكم موسوليني الفاشي اللي تحالف مع ألمانيا النازية، وألمانيا النازية كانت بتعادي اليهود. لورا مرات فيرمي كانت يهودية، وساعدته أموال جائزة نوبل على بداية حياة جديدة في أمريكا. بعد وصول فيرمي لأمريكا سنة 1939 اتعين أستاذ للفيزياء في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، وبعد أسابيع بس من وصوله انتشرت أخبار أبحاثه في الانشطار النووي وأذهلت علماء الفيزياء وقتها اللي عمرهم ما كانوا سمعوا قبل كده ولا شافوا مسألة الانشطار دي.
اكتشافات فيرمي عن نشاط النيوترونات هي اللي ترجمت للمفاعلات النووية اللي بتستخدم في إنتاج الطاقة، وهي برضو اللي ترجمت للقنابل الذرية والهيدروجينية، الأسلحة الأكثر فتكاً في تاريخ البشرية. فيرمي زار العاصمة الأمريكية واشنطن في محاولة منه أنه يلفت انتباه البحرية الأمريكية لأهمية الأبحاث اللي بيعملها، بس ما قدرش يحصل وقتها على الاهتمام الكافي. اهتمام الحكومة الأمريكية بالأبحاث النووية بدأ ينمو ببطء من ساعة ما أينشتاين بعت للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت جواب سنة 1939 اتكلم فيه عن إمكانية صنع قنبلة ذرية. ولما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية في ديسمبر سنة 1941 بقت الأبحاث النووية مسألة حيوية بالنسبة للأمريكان. فيرمي كان بدأ وهو في جامعة كولومبيا يبني أكوام من الركام النووي، ولما انتقل لجامعة شيكاغو واصل بناء الأكوام دي في مساحة تحت مدرجات استاد شيكاغو الرياضي. الهيكل النهائي بقى عبارة عن كتلة قطرها حوالي 7.5 متر، بتحتوي على 380 طن من كتل الجرافيت و6 أطنان من اليورانيوم و40 طن من أكسيد اليورانيوم. وفي 2 ديسمبر سنة 1942 أثبت فيرمي عملياً إنه من الممكن بدء تفاعل نووي والتحكم فيه ووقفه. طفرة رهيبة في عالم الطاقة. وكان شيكاغو بايل 1 أول نموذج للمفاعل النووي، ونفذ فيه فيرمي أول تجربة بشرية لإحداث تفاعل نووي متسلسل تلقائي. طبعاً فرصة إن المشروع ده كان ينفجر وياخد شيكاغو كلها في كارثة كانت كبيرة جداً، نظراً لأنها أول تجربة عملية للمفاعل النووي، بس ربنا ستر ساعتها. وبالمناسبة دلوقتي مدينة شيكاغو من أكتر المدن في العالم اعتماداً على الطاقة النووية، اللي لولا علم إنريكو فيرمي ما كانتش هتبقى واقع. منح فيرمي وسام هيوز ميدل سنة 1942 لإسهاماته العظيمة في معرفة الطبيعة الكهربائية للمادة ولأعماله في نظرية الكم، بالإضافة إلى تجاربه في دراسة النيوترون. سنة 1944 حصل فيرمي على الجنسية الأمريكية وانتقل إلى لوس ألاموس في نيو مكسيكو، وهناك بقى المدير المساعد لمختبر مشروع مانهاتن شديد السرية اللي كانت مهمته صنع أسلحة ذرية من اليورانيوم والبلوتونيوم، وهو المشروع اللي أنتج أول قنابل ذرية عرفتها البشرية. القنابل دي هي اللي أنهت الحرب العالمية الثانية، ومن بعدها بقى العلم أحد أهم أركان الأمن القومي الأمريكي. سنة 1949 عرفت أمريكا أن الاتحاد السوفيتي فجر قنبلته الذرية الأولى، والإدارة الأمريكية شافت أنها لازم تعمل قنبلة أكبر. إنريكو فيرمي اللي كان عضو في اللجنة الاستشارية العامة لهيئة الطاقة الذرية الأمريكية كان من ضمن الناس اللي رفضوا المشروع ده. الناس كلهم رفضوا على أساس فني، يعني أنه ما ينفعش قنبلة زي كده تتعمل، بس فيرمي طرح المسألة بشكل أخلاقي وقال إن صنع قنبلة أضخم هيدخل البشرية في لعبة إبادة جماعية، وإنها شيء شرير على أي حال من الأحوال. ورغم هذه المعارضة أمر الرئيس الأمريكي هاري ترومان بتطوير القنبلة، وتجاهل تحذيرات فيرمي وغيره من أعضاء اللجنة، واضطر فيرمي كمواطن أمريكي مخلص لوطنه إنه يروح مختبر لوس ألاموس في نيو مكسيكو علشان يشارك في تطوير القنبلة الهيدروجينية، بس كان رايح على أمل أنه يثبت أن صنع قنبلة هيدروجينية عملاقة هو أمر مستحيل ومشروع غير قابل للتطبيق، بس طبعاً ما قدرش يعمل كده، والمشروع نجح والقنبلة الهيدروجينية ظهرت للوجود. واستمر إنريكو فيرمي في شغله في معهد الدراسات النووية في جامعة شيكاغو، وحول اهتمامه لدراسة فيزياء الجسيمات أو فيزياء الطاقة العالية، والأهم أنه ابتدى يتحول لمفكر مهم زي ما هو عالم مهم، ويطرح أسئلة وإجابات فلسفية سواء في فلسفة العلوم أو في الحياة عموماً. ومن ضمن إنتاجه الفكري ده مثلاً حاجة اسمها السؤال الفيرمي، وهو السؤال اللي بتسأله في الفيزياء وانت عارف إن مفيش إجابة دقيقة عليه، وبتكتفي بإجابة تقديرية نظراً لاستحالة الإجابة بدقة. ودي طريقة علمية في التفكير هدفها تشغيل المنطق والتصور العاقل للأشياء. وفي سؤال شهير جداً في العلوم اسمه معضلة فيرمي. السؤال ده ببساطة هو أمال هم فين؟ Where is everybody؟ نظرياً إحنا عايشين في كون واسع جداً، في
في نجوم كتير تشبه الشمس اللي بيدور حواليها كوكبنا، وفي كواكب كتير شبه كوكب الأرض، وفي إمكانية إحصائياً إن كواكب كتير تبقى عليها صور متقدمة من أشكال الحياة الذكية. نظرياً المنطق بيقول إننا أكيد مش الكائنات العاقلة الوحيدة في الكون الواسع ده. بس فيرمي سأل سؤال، فين الكائنات دي؟ وده سؤال يبدو عبيط، بس الحقيقة إنه في شدة العمق، لأنه بيرد على فكرة إثبات وجود شيء لمجرد إن المنطق بيقول إنه مستحيل ما يبقاش موجود. أمال هما فين لو موجودين؟ ما بنشوفهمش ليه؟ هو علشان الحاجة موجودة بالمنطق تبقى موجودة بالتأكيد في الواقع؟ هي دي معضلة فيرمي. وزارة الطاقة الأمريكية بقت بتمنح جايزة اسمها إنريكو فيرمي على اسمه. الجايزة دي بتمنح من سنة 1956 وقيمتها 50,000 دولار، ومعها شهادة موقعة من الرئيس الأمريكي ووزير الطاقة، بالإضافة لوسام ذهبي منحوت عليه صورة إنريكو فيرمي. المفارقة اللطيفة إن من ضمن الناس اللي حصلوا على الجايزة بعض زملاء فيرمي في مشروع منهاتن، وعلى رأسهم جوليوس روبرت أوبنهايمر نفسه، الراجل اللي بينسب ليه إنجاز صنع أول قنبلة ذرية. وفي سنة 1954 أصيب إنريكو فيرمي بسرطان في المعدة ومات في نفس السنة بعد ما حط اسمه كأول إنسان يستطيع استخراج الطاقة من أصغر جسيمات موجودة على كوكب الأرض. لو عجبتك الحلقة دي دوس لايك واعمل سبسكرايب في القناة لو لسه ما عملتش، وما تنساش تفعل علامة الجرس علشان توصلك حلقاتنا لحظة نشرها، وخلي بالك من نفسك.